السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا، ومن غادي نروحوا لواحد الأمر شوية، هي أسرات هذه في عامين. والله لا قلت لكم، ويسمح لي مدرب هذا مسكين اللي راه عايش تهميش في مدينة ترجي قلمة، بعد ما كشف أمور كانت خطيرة. غادي ندير لكم الفيديو وغادي تسمعوا، والله اللي كشف أمور خطيرة كنا نحضروا فيها على بالنا البيع والشراء كاين، بصح كشفها مسكين وتلقى تهديدات، وضرب ما كانش اللي يخدم معاه. البريزيدو اللي يجي ما يخدمش معاه، خاطش عليه البريزيدو اللي يجي فاسد، يدير واحد يهدر الحقيقة يكشف حقائق ما يديرهاش. مسكين راه يعيش مزيان كيما قال لي مزيان، راه خدام كان هو مدرب وكان يخدم، راه خدام في تابع المؤسسة، خدام فيها وفي التدريب، مجال التدريب همشوه، خاطش عليه كشف بيع وشراء، كشف بيع وشراء. على هذيك نقولوا باللي اليوم وين نقول لكم الصح، ما تكلمت معاه وقال لي ماذا بك، وارسل لي الفيديو قال لي ماذا بك، عاود ديره واهدر، ما كاش مشكل خويا، انا درناه ورانا نحضروا عليه الفيديو. هذا الفيديو انا والله ما اشتهش هذا الفيديو انا، وما هدرتش عليه كاع، اول مره راني نهدر عليه. والله لو قلتها له قلت له هذا الفيديو والله ما شته، قال لي صراتها في عامين وقيل عامين. قال لي وين تكلم عليا، تكلموا عليا في قناة الهداف، تكلم عليا بو حنيكة وبو الشيخ. والله لا بهديلة على بالك، هذه ما شتاش انا كاع هذه اللقطة، ما عرفتش كان عندي ولا ماني عقلية. نسمعوا واش تكلم بالشيخ، واش تكلموا، نديروا كاع التصريح الاول تاع دراري، قال لي دير كلش ما كاش مشكل كاع خويا. حنا قبل لا نبداو ماذا بكم، اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو، خاطش على هذا راسلها لي مدرب كان يخدم في الفئات الشبانيه في ترجي قلمة، وصراو له مشاكل مسكين بعد فضح الامور هذه تاع الشري والبيع. شاهدوا هذا الفيديو المؤسف لحارس المرمى وزميله، وهم يشعرون بالظلم والحقرة بسبب بيع مسؤوليهم للمباراة. اسمع الشيء اللي صرا فينا درك، احنا لعبنا بالقلب صح، كنا على حرمان الشامبيون، لعبنا جينا هنا للدرجه في المباراه تاع واجي صح، وقتي كما قال الشيخ جيت نلعب بالون، جيت ندقق في الفوت، انا جيت انا اللي قال يجي بيع لي الماتش، انا اللي قال لي انا جيت حتى قاعدين تقولوا ولا تربيه ولا اخلاق، لكن من الصغر قاعدين تمدوا فينا العقد، كيف عم يطلعوا هذه كيف عم يطلعوا انا مسحقوش صور ليك، احنا كنا نلعبوا بالون ما تبيعوناش للفيديو، انا اول مره نشوفه ربي وكيلهم كما قال عبد النور بالخير، اطفال صغار تعلمونهم من الآن بيع وشراء المباراة، ماذا تريدون أن نصنع بهذا الجيل؟ كيف سيكبر هذا الحارس وهذا اللاعب وهذا الشاب ليلعب في صنف الأكابر؟ كيف يمكننا أن نفوز على المنتخب السعودي ونحن نربي أجيالنا بهذه الطريقة؟ مستحيل أن نرى مثل هذه الصور ونبقى نتفرج على الاتحادية وعلى الوزارة فتح تحقيق حالاً وعاجلا في هذه القضية لإعطاء كل حق، كل ذي حق حقه. لهذا من مثل هذه الصور لا نريد أن نشاهدها. ديروا ما شئتم في الفئات الأعمار، في فئة الأكابر، وسنشاهد بعد قليل مباريات لن نتحدث عنها لأنها أصبحت مفتوحة، فرق تنال ضربات جزاء في 5 جولات أو 10 جولات الأخيرة، في 5 دقائق الأخيرة تنال ضربات جزاء وتفوز وتقول لك أنا تكلاسيت. عيب كبير ما يحدث في كرة القدم الجزائرية، قلنا لكم وسنعيدها، سنبقى نفضح، يحدث لإسلام خالفة هذا المدرب الذي فضح الأمور، هو مهدد الآن من طرف بعض الأشخاص لأنه كشف المسطور. أنا والله واش راح نقول لك 3 حوايج.
انا نقول حان درك هذاك الوقت وين الرجال لازم يوريو روحهم بلي رجال واللي ما يسواوش مرخصين يقعدوا رخاص، لان يهددك واحد كاين الشرطه وكاين لا جندرميري. انا نقول المدرب هذا روح كاين الشرطه وكاين لا جندرميري طوندوني تعرف شكون اللي هدك باركات الخوف هذايا تاع الرخص هذا الرخص. شو غير المدرب تاع عمديه مساعد المدرب تاع عمديه نهار اللي هدر على زاتشي قال له بلي زاتشي بسبب جاي حاقرنا بسبب ترتيب مباراة يعني في القسم الثاني بغى يطلع وقيل ما شاء ما عاونوه شي، قال لك حاقد علينا حتى اللي طيحنا. وين طردوه وين طردوه؟ قام مديا قام كاش بريزيدو خرج قال لهم انا هذا خاطئني. الناس دارت عليه مسكين، هو ود النادي والناس دارت عليه. شكون كان يهدر بذاك الوقت يا كيزع قولة هذا الرخص هذا نخاف انا من جماعه جاو يهدوني، لا كاين شرطه لا كاين جدرميه لا كاين دوله، لازم نروح نشتكي بهم. شوف طونك ما راحوش الناس للحبس ما راك تسقم والو في الفوتبول الجزائري. بصح انا واش غادتني كلمه هذه اللي الفوتبول هذا كرهته قاعدتك، رانا مانيش عارف كيفاش نطلبوا، راني نطلب ربي صباح وعشيه باش ما عنديش واش نقول. دراري صغار واش قال لك هنا؟ ماشي قال لك جينا نلعبوا فوتبول صح واش عليه؟ بصح قال لك ضلوا تقولوا لنا تربيه واخلاق، ضلوا تسمى تقولوا لنا تربيه واخلاق وانتم ما ملعفنين تما الكبير الولد صغيره ويهدي في الكبير صح ماشي راح العقل سي تيرميني. انا نقول هنا للوزير الشباب والرياضه لازم تتدخل باسكو هاد الناس يا في دي جون كي فو كي بارتون بريزون سي تيرميني. دوك الهضره بالفستي هذه تاع نديروا ديماغوجيا وحنا وحنا ما كاش حنا كان الحبس يا عافي يا 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 لازم الناس تروح كيما اللي يسرق برا بورطاب كيما اللي يسرق حاجه لازم هادو الناس لهم في سبور يفو كي بارتون بريزون سا سوفي سا سوفي. يا لاكارد عينا من هذا الفوتبول هذا دراري صغار يقول لك تقولوا لنا تربيه واخلاق. انا ماركي ماركوني يا الدراري ماركوني سي تيرميني. ما تزيدش تهضر لي على الخماج هذا خماج هذا خماج محمد خماج لا دوك سي كراف سي كراف شنو القضيه هذه بقات كانت تبيع الماتش واش ديال الشامبيون راه من بعد اعطوا المسؤولين تاعنا والله على بالك دي فوا توحد مع ربي يقول لك عطونا الدليل دليل قطع دليل قطع اعطى لك ساعو دليل قطع اعطاك يحيى عبد المجيد دليل قطع عمركم ما تحركوا صح ابرياء الدراري خلاص حبوا يعلموا لهم الفساد والصغار والله كنحييهم نحيي هاد نحيي المدرب هاد الشباب المدرب مشكل اللي يخلص المدرب هذا مش خالص ما تخافش كما كان يتكلم علي ما تخاف روح ديبوزي بلات روح ديبوزي بلات والمفروض من الاتحاديه تستدعي وقال ما ما عندهمش ناس كيما هادو ما فهمتش انايا هادو الناس قال ما ناس ملاح 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 قال سديد قال ما الناس ملاح سد الأسود لا سلطينا ولا باتنا ولا عاد زاير ما بقاتش هذه نحيو هذاك المنام هذا وكتبوا على روحكم لا رياليتي تعرفوا راهي لا رياليتي يفو كي يديروا الوزارة العدل دير انسان قال هادو سبيسيال مصحف سبور لان الله قانون خاص يعني لاجيري سي تان بي جان 70 ولا بلوس دو فو دو بوبيلاسيون جان وراهم غير يطلعوا وعندهم الا الفوتبول اللي يتنفسوا فيه لازم يديروا انسان قال 5 سنين 10 سنين 7 سنين حبس لهاد المفسدين اللي راهم دايرين كرة القدم. انا لوجور وين نشوف طلعوا من لي كلوب هذوك اللي في الخفاء هذوك انا نخاف كيما هو يتخبى خطا انا نخبيه بواحد الكازا ولا باب خبي يخبى ويعيش طلعوا قال لي جيتي بروجيلي وراه رئيس راه نائب رئيس اتحادية صاحبي حبوا ميسي بوبوسي انا نائب رئيس اتحادية راه زود على الجسد قالوا الجسد المجانية راك سينيور كريتو دراهم كريتو لي ماتش تباعو 6 ملاير مليار ما هدرناش هدرنا مي بصح دوك لي جون دنيتو لي جون دو 15 اون كاز اصغر هذا نبدا يقول بسم الله توري له حاجه كيما هذه كيفاش حبيتو تربى هذا يلعب في كاز ولا ربي يطول له العمر وعطاه الصحه راه يلعب تقريبا 15 سنه مازالو كازو بلوس كازو نقولوا 15 سنه يعني 15 سنه هو في الفساد راح يفسد نحى هذو من الناس هذو حبوا يفسدوا المجتمع لازم ناخذوا ما كاين الفرق يا رضوان بين هذا
ليسرق الدولة ويسرق أموال ويسرق أموال الناس. هذا فني قالوا التاريخ ليسرق هذا هو كاع الناس انحرق حرقوه مسكين. علاش ما يبغوش الحقيقه؟ يبغوا يكذب، يبغوا الكذاب. ولو كان جا منافق يموتوا عليه، بصح ما جاش منافق. هذه هي. وانت مشكور يا المدرب.